مرحبا بكم متابعينا. منذ سنوات شركة فوسفات قفصة تسجل الكثير من الخسائر، وعام 2019 فقط شركة فوسفات قفصة تسجل أكثر من 480 مليار دينار خسائر جملية، وهذا بالطبيعة بسبب استهتار العديد من المسؤولين داخل الشركة وخارجها وعملية التحيل الكبيرة اللي صارت على شركة فوسفات قفصة، خلت الشركة تتكبد خسائر بآلاف المليارات خلال سنواتها، وخلى الوضع مزري داخل الشركة ووصل بهم الشيء حتى أنه بعض العاطلين عن العمل قاموا بإغلاق السكك الحديدية لنقل الفوسفات عن طريق جدران مبنية في السكة. وأيضا منذ عامين عدد من الشبان الباحثين عن العمل وليبلغ عددهم قرابة 30 شخص قاموا بإغلاق مغسلة الرديف التابعة لشركة فوسفات قفصة واعتصموا داخلها، والاعتصام هذا ممتد لمدة عامين حتى لتوه من دون تدخل أي مسؤولة. والأيامات هذه الرئيس قيس سعيد قام بزيارة المعتصمين هذم داخل مغسلة الرديف، وأكد على أنه من حق المعتصمين هذم العمل والتشغيل لكن في ظل القانون واحترام هيبة الدولة. لكن شنو اللي خلى شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي يوصل للحالة المزرية هذه، وشركة فوسفات قفصة تقارب على الإفلاس يوم بعد يوم؟ بكل بساطة هو عمليات التحيل واللامبالاة من المسؤولين. وعمليات التحيل اللي صارت على شركة فوسفات قفصة لا تعد ولا تحصى. في عام 2011 وما قبله الفوسفات كان ينقل حصرا عن طريق القطارات، لكن وبعملية تحيل بسيطة النايب لطفي علية يقوم بتحريض عدد من المتظاهرين حتى يقوموا بإغلاق سكة الحديدة النقل فوسفات قفصة، وبتواطؤ مع وزير الصناعة والطاقة والمناجم في حكومة يوسف الشاهد خالد قدور يصبح لطفي علية يقوم بنقل الفوسفات عن طريق شاحناته، وأصبح سعر نقل الفوسفات للطن الواحد يتجاوز 30 دينار بشاحناته، بينما كان عن طريق القطار ما يفوتش 9 دنانير فقط. وهذه واحدة من عمليات التحيل اللي صارت على شركة فوسفات قفصة. وما ننساوش الشركات المنبثقة من شركة فوسفات قفصة، واللي هي شركات البيئة والغراسة والبسمة، واللي يتجاوز عددها 7 شركات موزعين على 7 ولايات. 7 شركات هذم هما 7 شركات وهمية يشغلوا أكثر من 12,000 عامل، أغلبيتهم يشتغلوا في أشغال أخرى وعمرهم ما خدموا في شركة البيئة والغراسة والبسنة هذم، لكنهم يتقاضوا بين 1,000 و1,500 دينار تونسي من شركات الغراسة والبسنة بدون غرس حتى شجرة واحدة، ويتقاضوا شهرياً 12,000 عامل هذم أكثر من 5 مليارات في الشهر الواحد، وهذا الكل يتحمل أعباءه المجمع الكيميائي بقفصة. وهذا اللي خلى شركة فوسفات قفصة تقارب على الإفلاس والانهيار كليا، والرئيس قيس سعيد اليوم يحاول إعادة الشركة للوقوف على أقدامها وسط كل الصعوبات والفساد المستشري داخل الشركة وخارجها. واليوم البلاد التونسية في حرب كبيرة مع الفساد، وإن شاء الله في يوم من الأيام تتحسن أوضاع بلادنا. في آخر الفيديو ما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما فيكم بكل المستجدات.